سعد الشيخ، ننتقل إلى محور جزء من المحور الأول، حوار الأديان. دائما نسمع عنه حوار الأديان. سعد الشيخ لعلك شاركت في مؤتمرات حوار الأديان، ما تقييمكم للتجربة العالمية لحوار الأديان والتجربة في منظمة العالم الإسلامي؟ هو في الحقيقة كل ما يخفف الحدة ويقرب الشقة أمر مطلوب ومحمود، ولكن ما هي النتيجة؟ حوار الأديان في الحقيقة قطع شوط كبير من الزمن، ولكنه لم يتحقق شيء حتى الآن. لأنك أنت الآن على سبيل المثال، أنت كمسلم تؤمن بالنبي عيسى بأنه نبي ورسول من الله، وتؤمن بالنبي موسى على أنه، وتؤمن بالأنبياء من قبله، آمنا يعني كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لما يأتيك الآخر وما يعترف بك، كيف تحاور معه؟ كيف تحاور؟ هم الآخرين لا يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي ورسول، ولكن هذه طالما هي يعني موجودة وما شى بديل أفضل، فقد تكون تخفف حدة من 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 يعني تخفف حدة وتقضي على تصادم وتخفف الحدة، يعني يمكن أن يكون يعني فقط هذه نتيجتها، إن حدث لها نتيجة في تخفيف الحدة وفي معرفة. لكن في النهاية هو اعتراف أن نحن كمسلمين نعترف بكل الأنبياء والرسل، بينما هم لا يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا سعادة الشيخ من حوار الأديان، ماذا عن حوار بين المذاهب؟ وأنتم سعادة الشيخ تحضرون مؤتمرات وتناقشون، هل هناك لقاحات ملموسة فيما يتعلق بحوار المذاهب؟ هو أتوقع أن حوار المذاهب أو ما يسمى بالتقريب بين المذاهب الإسلامية أحيانا يتقدم الموضوع خطوة وأحيانا يرجع خطوتين، يعني تشتعل أزمات ويعني وتنتهي تلك ذلك وينتهي ذلك. والسبب سعادة الشيخ عدم وجود إرادة؟ السبب أول قبل كل شيء على أن الذين يحضرون في تلك المؤتمرات هم نخبة قليلة، وأتوقعهم غير مؤثرين. أضف إلى ذلك أن أصحاب القرار السياسي غير مشتركين في هذا الأمر، ذلك الاشتراك الفاعل، يعني كما قال الإمام السالمي لما جاءته المسألة قضية الجامعة الإسلامية أثيرت في بداية القرن الماضي، يعني هاي هو اقترح يكون اجتماع في مكة، قال وأفضل شيء أن يشترك فيه الحكام لأنهم يعني والتمويل من قبلهم، لأن أنجح الأمر بهم. يعني هذه في الحقيقة رؤية لم يسبق إليها الشيخ السالمي في وقتها، قبل أكثر من 100 سنة الآن، أو أكثر من 100 سنة منذ أن قالها، 1326 ونحو الآن 1438، يعني أكثر من 100 سنة، رؤية لم يسبق عليها الشيخ السالمي من جميع، حتى من المفكرين المعاصرين ذيك الأيام، حتى المفكرين المعاصرين يتبنوا هذه، ما كانوا وصلوا إلى هذا الطرح في الحقيقة. ولكن طبعا يبقى أنه يعني اللي يحضروا نخبة معينة، وأحيانا يحضروا غير ما هناك شيء تأثير، وأحيانا يكونوا في المجتمع، يكونوا في الاجتماع يعني بوضع، ولما يرجعون إلى بلدانهم يكونون وضع مختلف لأن لا يقدرون أن يواجهوا. الإرادة السيادية سعادة الشيخ دخلوا في ذلك، الإرادة السياسية للبلدان التي يعني ترعى، أتوقع عام لها دور، القرار السياسي له دور في التفرقة، يعني بعض الدول ليس لها يعني ما مكترثة، أو معظم الدول في الحقيقة، معظم الدول الثانية غير مكترثة بالتقريب بين المذاهب الإسلامية حسب وجهة نظري أنا في الحقيقة. تكون دولة قيادية في العالم الإسلامي. قد تكون، لا أخص الدول، لكن أقول الدول الإسلامية بشكل عام، أقول أنها غير مكترثة ذلكم الاكتراث بقضية التقريب بين المذاهب الإسلامية. لما يحضر من دولة شخص واحد ولا شخصين ماذا يفيد في الدولة؟ لأن الشارع الإسلامي شارع مذهبي، يعني 99% هم يعني مذهبيون، قالوا أنا على مذهب فلان، هذا على مذهب فلان، هذا على مذهب فلان، ماذا يؤثر ذلكم العالم؟ وأحيانا لم يحضر عالم على وزن كبير، يعني لم يحضر على مستوى المفتين مثلا، تجد الحضور على مستوى بعض المفكرين. الحضور هذا سعادة الشيخ يعتمد على القرار السياسي، يعني طبعا لو كان قرار سياسي ترسل أيوة تعين من يحضر، أيوة أيوة فلان نعم يحضر وفلان يحضر. نعم نعم نعم. أنا أتفق حتى منظمة التعاون الإسلامي لو تبنت هذا المشروع بقوة وخلت على مستوى القمة وعلى مستوى المناصب العليا في الدول الإسلامية لعل يحقق شيء، لكن أجد حتى منظمة التعاون الإسلامي لم تفعل هذا الأمر ذلك من التفعيل.